السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم هنا عيش طبيعي، قناتكم فيفو ناتشورال. سعيده بلقياكم مره اخرى. هذه المره ان شاء الله غنتقاسم معكم كيفيه طهي الخرشوف اللي بدا الموسم ديالو في القدره الطين. يعني بزاف ديال الناس كيديروا في طنجره الضغط لحاجه بانه ما كيطهاش يعني جيدا وبسرعه. هذه المره نشوفوا مجموعين كيفاش غنطهيوه في القدره ديال الطين. كتعرفوا ان هذه المره غنديروه بدجاج البلدي، هذا هو الموسم ديالو كيسخن. دونك عندي مره في الشهر ان شاء الله، مره في الشهر باذن الله كنتناولوا الدجاج البلدي، حتى هو ما خصناش نكثروا منه بزاف. دونك عندي هنايا يعني كميه من الدجاج البلدي على حسب الافراد ديالكم. عندي البصل هنايا مقطع، يعني نقطعو مزيان باش تجي المرقه خاطره. وغنشوفوا يعني شعلنا القدره، غنضيفو بارد في بارد. عندي الماء هنايا باش ندير التوابل، وغندير قليل من زيت الزيتون، وغندير التوابل. غنضيفو التوابل مع بعضياتنا، غنضيف ورق الغار، وغندير التسبيلة ديالنا، كركم، خرقوم، الكروية، عندي الزنجبيل، الدجاج كيبغي الزنجبيل، عندي قصبرة يابسة، قصبر يابس، مكنديرش الملح باش الدجاج ديالنا دغيا يطيب. هادي القاعدة بالنسبة للحوم، ما كنضيفوش الملح حتى كيطيب. كنديرو مع الخضار، رانا كنديرو الماء اللي عندنا سخناه، ورق العار كيعطي واحد المذاق زوين مع اللحوم بصفة. بسم الله، ما كتوش الماء حيت الخرشوف من بعد كيطلق الماء. دونك نديرو الكميه اللي غتكفانا باش يطهى فيها الدجاج. نغطيو، ومنين تغلى المرقه نقصو النار جد جد مهيله. بعد ما طاب الدجاج كما كتلاحظوا حيدت ورق الهار، غنضيف الثوم مبشور واحد الكميه، وغنضيف البصل هو كنبغي نخضر به باش كتجي المرقه ديالنا خاسره. وفي هاد الاونه غنضيفو الملح، الملح البلدي دائما كنملحو القياس ديالنا. وعندنا هنايا نتوما كتشوفو عندي الخرشوف ديالنا هذا او القناريه، كنظن في الدول العربيه كيقولوا له الخرشوف. راه مالعين بانه كنقدروا ناكلوه طازج. ان شاء الله غنحضر معكم وصفات نوكان. الطريقه كما كتشوفوا ها هو، كنقشرو مباشره كنخدم به، يعني ما كنسلقوش، لا اسلقوه باش خليو. كتعرفوا كيبدا كيكحل، انتما كتشوفوا هذيك مضادات الاكسده اللي حنا كنتخلصوا منها، وكاع داك المواد الدابغه ديالو كنخليوها في ماء السلق. حنا محتاجين لهاد المكونات، ويعني وتاكدوا بهذه الطريقه كذلك كيجي لذيذ، يعني بدون سلق وبدون طنجره الضغط. كل ما كان عندك الخرشوف يعني طبيعي، كل ما كيحتاج يعني مده طهي طويله ما شاء الله. يعني كنديرو قليل من الخرقوم، نضيفوه، وكنضيفو قليل من القرفة. يعني غير جربوها كتعطي واحد المذاق جميل. فوالا، وقليل من الملح، فقط قليل. ها
غنضيف البطاطا حلوه حتى هي كتجي رائعه. الاطفال ديالي كيبغيوها في الطاجين. اللي عنده طاقه سبيه حتى هي يديرها حتى هي كتجي زوينه. كان هذا النهار ما عندي غير البطاطا الحلوه، ما عنديش بطاطا سبيه، غير نقدروا نكتفيو غير بال ونقصوا النار. ملي كيقرب يطهى كياخدش وقت كتير. غنضيفو الطماطم ديالنا اللي كنتو شفتو معايا، ها هي مخلله. كتعرفو الخرشوف كيبغي الحموضه، بما اني مازال ما عنديش الحامض مصير دونك غندير واحد شويه ديال الطماطم دائما تكون مغطيه بزيت الزيتون من الفوق. هنايا منين بديتو القرعه نغطيو بزيت الزيتون باش نعزلو ما بين الهواء اللي حنين على القرعه. ومنها كتعطينا لون. وحتى اللي ما عندوش طماطم بان لنا دابا الوقت ماشي توقف الطماطم، يعني اللي كنا وجدنا مع بعضياتنا كنديروها. انا كنديرها بلا طماطم ونحضروها مع الزيتون المحمض اللي عندنا، راه يجي رائع باذن الله. وكانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا في القدره، طاب ما خداش منا بزاف ديال الوقت. الناس اللي هو الطبق ديالنا، الناس اللي كيتحجوا كيقول لك ضروري من طنجره الضغط، طنجره الطين كافيه باذن الله. وكتاكدوا كتعطي واحد المذاق لا مثيل له مع الاواني الاخرى. نغرفوا ونشوفوا الشكل التقديم ديالو ان شاء الله. هو الطبق ديالنا بالخرشوف طايب في القدره. مع البطاطا الحلوه ويمكنكم ديروا القلقاس ولا وحده. حنا زيناه كما كتلاحظوا بالزيتون المخلل مرافق بالخبز ديال الخميره البلديه اللي مقرص بسميد الشعير اللي دائما كنبغي نوريه لكم. ها هو فيه الشعير والقمح كامل. نتاكدوا انه كيطيب، ويعني خصنا نتعلموا نخليو الخضر ديالنا ما كطيبش يعني بشكل يعني 100% مش نستافدو منها. دونك كانت هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة. دونك خدات ليا باش الناس اللي كيبقاو يسولوني على الوقت، الدجاج البلدي خدا ليا ساعة، يعني ما خصكمش ديرو الملح. من بعد ساعة ضفت الخضرة، والخضرة بطبيعة الحال راه يعني على حسب كل واحد كيفاش كيبغيها طيب. يعني نص ساعة أنا كانت بالنسبة ليا كافية باش نخليو الخضره شويه ما كتهرعش، يعني كما كنقولوا في القدره ديالنا. دونك نعلموا ولادنا ياكلوا هذه الخضر هذه اللي وتكون حاضره في جميع الاطباق ان شاء الله. انتظروني غندير لكم مجموعه من الاطباق منها بدون لحم في حلقات مقبله باذن الله. دونك الناس اللي كيسولوا على الخضر، دونك الخرشوف بدا كيبان مع مطر الخير، الخبيزه بدات كتبان، يعني البقوله، يعني الخبيزه اللي كنقولوا حنا في المغرب، او البقوله ولا البقله. شكرا على المتابعه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، دائما مع وصفات طبيعية وبطرق بلدية، دائما في عالم التغيير، دائما لنعيش طبيعيا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.